طبعا كلكم ربما كتنتظروا شنو غادي نقول على السي عز. اخنو الشمس ما بغيتش نهضر على الناس باش يكون الناس تهاجموهم، ولكن غنقول لكم واحد القضيه. السي عز اخنوش الكلام اللي قال على التربيه عنده فيه خطا واحد، هو قال لك حنا نربيو، انت ماشي من حقك باش تقول هذا الكلام السي عز اخنوش. انت ماشي الدور ديالك باش تربي. التربيه علاش كتهضر؟ معناها العقاب ماشي معناها اعاده التربيه. هذيك في المغاربه ملي تيقولوا الترابي تيقولوا العقاب، والعقاب اللي مكلفه به هي العداله. الى تبت باللي السيد عمل مخالفه للقانون، لهذا انت ماشي شغلك باش تربينا ولا تربي حتى شي واحد. ولكن الى تجاوزنا على هذه كتبقى واحد الكلمه قلتيها صعيبه بزاف، قلتي خاص الشعب يدير خدمته. ما فهمناش هذه الكلمه ديال خاص الشعب يدير خدمته، ما فهمناش بكل صراحه. انا لحد الان ما فهمتهاش، وراه يمكن تفتح على اخطر يعني التاويلات، وانا تنميل باش ما نفتحوهاش على هذه التاويلات. وكنظن سي 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 عز اخنوش، قلت لكم انا لو كان بغيت زعما ننتقم كنت تكلمت في الاول، فهمتيني ولا؟ يعني تحفظت وسكت وميكت، ولكن اليوم اللي جات الظروف لابد خصني نتكلم على هذه القضيه هذه. بغيت نقول له اقل ما يمكن لك دير السي عزيز هو تعتذر للمغاربه. علاش؟ لانه الا مشينا حتى سمعنا لك وبدينا كل واحد قال شي كلمه اللي خارج الصواب، وفعلا هذوك الدراري قالوا كلام خارج الصواب، في نفس الوقت قالوا اشياء كيشتكيوا هما منها، وحتى واحد ما عيب عليهم داك الشيء اللي كيشتكيوا منه يقولوه، ولكن عيبوا عليهم الناس انهم تكلموا على جلاله الملك. خصنا نكونوا صرحاء بطريقه ما مقبولاش في المغرب. وخصكم ما تنساوش الاخوان باللي في الدستور كان مكتوب الشخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته. وانا صفت لجلاله الملك تنقول له يا جلاله الملك هذه القضيه ديال شخص الملك مقدس راه خلق لنا مشكل، لان احنا المقدس عندنا هو الديني، فهمتيني ولا لا؟ شوف لنا شي حل. وصفت لنا جلاله الملك للجنه ديال الدستور السي المعتصم الله يجازيه بخير، قال له قل لهم القداسة لله والقداسة لله والعصمة للنبي للرسول صلى الله عليه وسلم، وانا ملك مواطن. يوم ما كاينش اكثر من هذا الشيء. ماشي حين تحيدات الكلمه ديال القداسة من الدستور يبداو بعض الناس كيتجاوزوا الحدود. سمحوا لي، راه هذه البلاد راها قائمه بعد الله سبحانه وتعالى على الملكيه. كون معكم زعما صريح ولا رونتي وهذا الشيء لا قدر الله راه ما غتعرفوا راسكم من رجليكم. ولهذا هذا الشيء هذا راه مهم وكبير وخطير، ماشي فيه اللعب. خصنا هذه القضيه هذه تبقى واضحه في الذهن ديالنا. وانا اللي طلبت من السي المعتصم نديروا في الدستور انه ينبغي لجلالته التوقير والاحترام، وهذا معناه انه يمكن لنا ننتقدوا السياسه ديال الملك. يمكن سياسه ديال الملك، لانه شخص الملك هو رمز وسياسته هي سياسه بشريه، يمكن ان يصيب ويمكن ان يخطئ. ولكن هذا الشيء راه قالوا ماشي انا اللي قلته، راه قالوا الحسن الثاني الله يرحمه. ولكن خص الانتقاد ديال السياسه ديال الدوله، فهمتيني ولا لا؟ خصها تكون بواحد الطريقه مؤدبه، وتكون بواحد الطريقه كتوقر جلاله الملك، لان جلاله الملك يعني راه يعني اللي كان كيقول لي السي عبد الكريم الخطيب الله يرحمه راه هو المكب اللي مجموعين عليه المغاربه. فخصكم هذا الشيء هذا تفهموه وتحافظوا عليه، فهمتيني ولا لا؟ وتمشيوا به عقود وعقود وقرون وقرون، وتحافظوا عليه وتشوفوا الحمد لله كيفاش دازت. راه ما دوزناش غير هذه المرحله هذه ديال الربيع العربي، راه دازوا مراحل قبل منها. راه كانت التيارات تكاد تعصف بالبلد، كان التيار اليساري فهمتيني ولا لا؟ كان التيار القومي، كان حتى التيار الاسلامي واحد الوقت. حتى التيار الاسلامي ملي كان غادي يعصف في البلد ما غنعرفوش روسنا من رجلينا اش كنديروا. الملكيه كتحافظ لنا على الاستقرار، وكتقوم بواحد الدور اساسي وهو الحكامه، التحكيم عفوا. علاش؟ لانه الملكيه، انا قال لي واحد النهار سيدنا قال لي انا بالنسبه لي السي مكيران انتم بحالكم بحال المغاربه كاملين، ما عنديش مبرر باش لا نمنعكم ولا الى اخره، انتم بحالكم عندكم الحقوق ديالكم بحال المغاربه كاملين. هذه القضية هذه ديال انه عندنا الملكية بمعنى ما عندناش طرف يحكمنا، طرف عندنا شخص واحد. ولا لاحظتوا بلي الملكية المغربية ماشي أسرة مالكة، هي أسرة ملكية.
فيها غير الملك، ما فيهاش أسرة مالكة أو أسرة حاكمة، لا، كاين الملك والباقي الأمراء عندهم وضع متميز ولكن مواطنين بحالنا بحالهم. فهذا هو اللي يعني باش علاش باش تيبقى البلاصة لكل واحد، تكون إسلامي ولا تكون يساري ولا تكون علماني ولا تكون صوفي ولا تكون سلفي ولا تكون، إلا احترمتي القانون واحترمتي المبادئ اللي قيمة عليها البلد كتبقى. ولهذا أنا تنصح السي عزيز يعني يعتذر إلى ما بغاش يستقل، ولكن هذاك شغله، ولكن إلا اعتذر هذه القضية غادي تدوز إن شاء الله.